السديسية التابعة لمركز إدفو محافظة أسوان. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام يا سيدنا النبي العربي. ومعنا الحاج غنام والحاج رضوان. حاج غنام اهلا بحضرتك. يا مرحبا، الله يبارك فيك وانت طيب. طبعا الاحتفالات مستمره للفتره دي. الفتره دي مولد النبوي مستمر. احنا هنا في المكان ده، عرفنا في المكان الاول اللي دي المنطقه دي اسمها الرتاج. ده احنا بنحتفل بمولد النبوي بال هنا في نفس المقام ده، الشيخ علوة. جدتنا تعتبر من الجزيره الملكيه بس معلمه هنا في نفس المنطقه. تمام. المنطقه دي اسمها الرتاج. كله تبع الرديسي. يعني في كذا ليله بتحتفلوا بيها او كذا مناسبه هنا في كذا في الرتاج. في الرديسيه في واحده، وفي الرتاج في واحده، وفي الجزيره في واحده، وهنا في واحده. بتتجمعوا ازاي وبتتفقوا على الاحتفال؟ بيبقى في ترتيبات مسبقه يعني؟ بتبقى في ترتيبات، من في لجنه بتبقى، وفي كذا واحد قايمين بالليله، وفي كذا واحد هو اللي بيرتب، انت عليك كذا وانت عليك كذا. بس يعني بيتم التنظيم، بيبقى في اجتماعات مثلا حج يحيى بتجتمع معاكم ونقعد ونتكلم بتبقى في اجتماعات الاول ترتيب عشان خاطر الضيوف اللي جايين، الضيوف ده جاي من بعيد. في ناس من الاقصر، وفي ناس من هنا، وفي ناس من هنا، في ناس من الغرب، وفي ناس من الشرق. بتبقى اكثر من مجموعه يعني. يعني بنقول في عادات بالنسبة للاحتفالات دي، لكم عادات معينة؟ هي العادات كلها مشتركة طبعا. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع ده على مستوى الجمهورية طبعا دي عادة، واحنا هنا في ساحة الشيخ أحلاوة ده احتفال سنوي، وفي احتفال شهري موجود في المقام هنا كل شهر. شهري احتفال شهري، وده المقام بتاعها، مقام الاعلام بتاعها، هي طبعا سلاله ال عبد السلام من نسلهم، وبنقيم الشعائر الدينيه والمديح والذكر والصلاه على النبي. في تجمعات وناس بتيجي وتزور، او ناس تيجي من اماكن عديده يعني. اكيد بيجي من اسوان، من محافظه قنا، من الاقصر، من جميع النواحي، من الساحه الرضوانيه، من الادارسه، من كل مكان بيجوا هنا. هل استقبال الناس بيبقى كله في الساحه هنا، ولا مثلا في ناس برضه بتستضيف الضيوف لو من برا يعني؟ في الساحه هنا بالنسبه عشان الذكر هنا والقران هنا وكل هنا، كله بيبقى في الساحه متواجدين. كله بيبقى في الساحه. يعني طبعا احنا شايفين برضه الاجيال معاكم واولادكم والشباب كله بيبقى حاضر في كله بيبقى موجود. جميل. من بعض العصر لغايه اخر الليل. ولد النبي ورسول الله الله.
شهر ربيع بنشوف الاحتفالات مستمره، واحنا النهارده في مدينه الرئيسيه. شيخ عاطف الشيخ عباس اهلا بحضرتكم معنا. الله يخليك، مرحبا بك يا شيخ. الله يخليك، الحمد لله. يعني والله الاحتفالات هنا، وازاي بتستقبلوا شهر ربيع؟ وطول الشهر اكيد في احتفالات هنا. اكيد في احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هنا من امام مقام الشيخ حليوه بمدينه الرئيسيه في ليلي، وبرضه عندنا جدنا الشيخ شروم بيحتفل فيه ليلي، وفي والشيخ عيسى، يعني كل يوم حتلاقي فيه احتفال في المدينه معنا. كل يوم كل يوم كل يوم في احتفال. ازاي بتستعدوا للاحتفالات؟ عادي بنجهز زي ما انت شايف حضرتك دي الذبايح وبندعي، وبرضه الناس بتدعينا والروح عنديها زي كده. يعني مره عندي مره هنا وليله هنا، يعني دلوقتي تلاقي ناس من الاقصر وناس ومن اسوان نفسها وادفو وخط الغرب، جميع الساحات هتلاقيها النهارده ان شاء الله موجوده عندي. كله موجود ان شاء الله. الاحتفالات زمان اختلفت؟ يعني كنتوا بتحتفلوا زمان بنفس الطريقه دي ولا اختلفت الاحتفالات؟ والله هو يعني اختلافات بسيطه على حسب ايه وضع الحياه، التطور. حاليا تطورت الحياه فتطورت معها الاحتفالات، انما المبدا والحب والاسسيه هي حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حب قائم من بدايه حضره النبي، هي العقيده هي واحده. انما تطوير الحياه اختلف لا اكثر ولا اقل. يعني طب الاحتفال بتحتفلوا ازاي؟ يعني بيبقى الاحتفال يوم واحد، يعني بتقولوا كذا يوم بتحتفلوا؟ والله مدائح قران، يعني الاحتفال على حسب ترتيب كل ليله. كل ليله على حسب الترتيب، بيبقى فيه ربع قران، بيبقى كده فيه منشد ديني بعد ربع القران، فيه بيبقى ربع قران بس، فيه بيبقى منشد ديني مع مقدم خطيب او اثنين، على حسب ترتيب كل ليله بترتيبها. حضور الطوائف برضه بتبقى حاضره؟ بتبقى موجوده من جميع الساحات ومن جميع البلاد عندنا هنا، في اي قرى، في قرى مركز ادفو ومن اسنا من جميع المحافظه، يعني ومحافظه الاقصر برضه ناس بيشاركونا. انتوا كاهل الرديسيه اختلفت احتفالاتكم عن زمان؟ اكيد 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 اكيد، يعني مش يعني ما اتطورت مش زي القديم، يعني اكيد فيها تطور يعني على الاول. كله بيحتفل وكله بيساهم ولا بيبقى مختصه مثلا بالناس اللي هم قائمين بالاحتفال؟ كل محب لحضره النبي بيبقى له بصمه، مش صاحب المقام ولا اهل المكان، وكل محب له ولا الساحه، كل محب لحضره النبي بيبقى له بصمه باي وضع، بكلمه، بجيه، بتبرع، بعمل، بي بي بي، لانه كله في حب حضره النبي. التقينا بالحاج صالح، الحاج عبد الرضي. حاج صالح كل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب. بعد الايام ماذا الله على طول. كل سنه كل سنه كل سنه كل سنه على طول، دي ما تبطلش. بتتجمع على طول ان شاء الله يهرس من جميع المحافظه، كل من المحافظه، جميع المحافظه بتتجمع كله. يعني بيبقى في دعوات ولا الناس عارفه انه في دعوات؟ في دعوات وفي بتعزف، الجيران بيجوا على كده من غير دعوات، اصحاب العمل وكله ماذا جاء للبيت. التجهيزات والاستعدادات بتكون ازاي؟
التجهيزات طبعا بلموا هنا الفلوس واخد بالك كله بتلم الفلوس وزي الجماعة اللي معها بدفع كله بدفع كله بساهم يعني نعم. السيوان والحال ده واللي شفتوا الدنيا كله ده ماشي كله بيشتغل واخد بالك نعم آه. والناس بتتجمع كلها كله بتجمع ان شاء الله رسول الله الذكر الذكر ولا الذكر وال اه بيبدا بالذكر في ذكر بالليل بالليل اه والسيوان هناك وعارف والياسين هنا والياسين والمقري البعيري وكله بالليل في قران وفي قران ومديح اه قران ومديح برضه انتوا هنا بالنسبه لكم الفردسيه الاحتفالات من زمان في الربيع على طول سنة. كل سنه كل سنه كل سنه آه. كل سنة مطلعنا هي ماشي على طول يعني بتحتفلوا مثلا زمان كانت الاحتفالات أكثر ولا الفترة الحالية أكثر؟ لا دلوقتي الحالية أكثر يعني الناس كتر دلوقتي واخد بالك الناس كتر دلوقتي والفلوس كترت والدنيا كترت يعني بارك يعني واخد بالك في يعني تجمعات لكن مؤسسة الحكاية دي مؤسسة راح حضرتك حضرتك بيبقى في مودة ومحبة على طول على طول حاجة رياضية من فوزة برضه الله يجعلنا احنا وبنرحب بسادتكم وهنا مدينة الفردسية بصراحة بتحتفل يعني احتفال جيد بقيادة مولانا الشيخ عبد السلام يعني كذا ليلة هنا في الفردسية بيعملوها عبارة عن الليلة يعني. كلها في شهر ربيع ايوه كله في ربيع الاول احتفال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهرين اه اه في اللي بيحصلش مثلا يعمل في ربيع اول بيعمل في ربيع الثاني شهرين بتنسقوا مع بعض يعني ممكن يبقى في ليله في نفس اليوم ولا النهارده الليله بكره في الفوزه النهارده في الرديسيه امبارح كانت في ليله في الرديسيه الشيخ عيسى والنهارده الحج حليوه اي يعني في تنسيق فيبقى في تنسيق ايوه في تنسيق بين بيبقى طبعا بين الطوائف وبين كده وبنبتدي بالذكر بعد كده الحضرات الشباب بتشاركوهم معاكم علشان برضه هم الشباب الاساس دول الاساس بكل حاجه ده اللي شايفه انت الشباب احنا خلاص سلمنا الراية احنا يعني ايه بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحضور يعني نقول ايه فايدة الليالي دي بتعمل ايه معانا بتجمعنا مع بعض الليالي دي ذكرى ان شاء الله يا رسول الله واخد بالك مدد على البيت ذكرى حضرة النبي دي ليوم الدين اعتقد على كده واخد بالك وسخر لها ناس بمودة ومحبة وكله في حضرة النبي وكله بتيجوا ناس من الصعيد ومن هنا ومن هنا يعني بصلي حضرة النبي بيبقى في التعار والتعالف عبد العال حسن ابو مصيق كل عام وانتم بخير انت طيب وعم بخير اخوي تاريخ الاحتفالات هنا عندكم احتفالات ازاي احتفالات احتفالات نبويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان تحتفل من زمان بس بالشيخ حليوه يعني احتفال الشيخ حليوه النهارده يعتبر كل سنه طيب تحتفلوا كل سنه ولا اول مره كل سنه انت طيب يعني له سنتين ثلاثه كده وهي توفت قريب من زمان قوي يعني مدفونه في الجبان هنا بس عملوا المقام هنا هذا المقام
النظام ده كان عباره عن ايه يعني؟ كان انت استصلح وسعتوه ولا كان هو كان منافع عامه اصلا. بعد كده لما راحوا المشايخ ليها وطبعا على مرة كويس وسربات شويه. انتوا هنا برضو بتستعدوا وبيبقى في ترتيبات للاحتفالات دي؟ ترتيبات طبعا. ازاي؟ هذا الله بالسبب مثلا يوم كذا بحكون الاحتفال وكله على الله. يعني كله يعني لا انا اقصد الاحتفالات الدينيه مثلا زمان كانت ليها ايام مثلا معينه بتحتفلوا كذا يوم، بيبقى عباره عن ايه طريقه الاحتفال؟ مدايح نبويه، دوره مثلا، وفي ناس بتعمل دوره وزفه لغايه الوقت حاليا الدوره قاعده لغايه الوقت. بس الناس كانت قليله برضه من وقت الناس كثرت وتطورت، كل حاجه تطورت برضه، والعربيات وكان جمل زمان بيه، ودلوقتي حاليا العربيات ويعني الدنيا برضه تطورت شوي مش زي زمان. أعشقني وجدي وحبك مطلب من شاقه حب الجمال يصيب، من شاقه حب الجمال يصيب. أسلمت أمري أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم مدينة الردسية بمركز إدفو محافظة أسوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.